بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى مجلسنا الرابع من مجالس الذكر والعظة وقراءة كتاب لطائف المعارف لما للمواسم من لما في المواسم من العام من الوظائف. والكتاب كما أسلفنا هو للحافظ المجتهد الفقيه ابن رجب الحنبلي، وهذا هو المجلس الرابع الذي يتعلق بوظائف شهر رمضان. والمجلس الثالث الذي قرأناه بالأمس كان يتعلق بمسألة مهمة ربما يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن طائفة من أسلافنا رحمهم الله تعالى كانوا يرون أن ليلة القدر تتحرى أيضا في الليالي الوتر من العشر الأوسط، يعني مثل ليلة 17 وليلة 19، وهذا نقل عن طائفة من السلف. فلذلك ناسب أن يعقد المصنف أو أن يضع مجلسا خاصا تنبيها لهذا الأمر. ثم ننتقل إلى المجلس الرابع، وهو في ذكر العشر الأواخر من رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 95 و700 من الهجرة النبوية، في مصنفه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، المجلس الرابع في وظائف شهر رمضان في ذكر العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها من وجه فيه ضعف بلفظ: وأحيا الليل كله. بارك الله فيك. إذن هذا المجلس عقده تعقيبا على المجلس الثالث، وهو ما يتعلق بإحياء بعض الليالي من العشر الأوسط. لكن كما أسلفنا أن السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر، ونقل كما أسلفنا عن بعض السلف أنها تتحرى كذلك في الوتر من ليلة 17 وليلة 19، وذكرنا ثمة أيضا التأويلات التي ذكرت في ذلك الموضع. فها هنا نقل من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالت رضي الله تعالى عنها:
كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي في بقية الأيام. وإحياء الليل بمعنى صلاة الليل التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، هل هي بمعنى أنه كان يقوم الليل كله أم يقوم جزءا من الليل أو بعضا من الليل؟ لذلك أورد المؤلف أقوال أهل العلم المستنبطة من هذه الأحاديث، قال: فمن أعمال هذا الشهر إحياء الليل، أن يحيي الليل بالقيام بالصلاة. قال: فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله. هذه أولى الأقوال، أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قيام الليل المراد به أنه كان يقوم الليل كله. وقد روي من حديث عائشة ثم بين وجه ضعفه بلفظ: وأحيا الليل كله، أي في هذه زيادة، لكن هذه الزيادة فيها ضعف، بمعنى أن عائشة كانت تقول: كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، هذا الذي في الصحيحين، لكن وردت ثم زيادة: وأحيا الليل كله. قال المؤلف: لكن هذه الزيادة فيها ضعف، أي بمعنى حين تقول عائشة أنه كان يقوم الليل كله. هذه آثار أيضا سيأتي بيانها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله أم كان يحيي جزءا من الليل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند من وجه آخر عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا. طبعا وهذه الآثار والأحاديث كلها فيها ضعف، لكن كما أسلفنا أن المؤلف من عادته أن يجمع الأحاديث، ولا ريب أن الأحاديث إذا اجتمعت وإن كانت بطرقها ضعيفة يقوي بعضها بعضا. فظاهر هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، بمعنى إذا دخل العشر الأواخر كان يحيي الليل كله. هذا احتمال، بمعنى ليس ثمة في هذه الأحاديث نص صريح أنه يحيي الليل كله، إنما هو أمر مستنبط منها. ثم قال: ويحتمل أنه يريد جزءا من الليل، بمعنى أن ما ورد في السنن والآثار عن قيام الليل أو قيام العشر الأواخر إنما أراد جزءا من الليل أو أغلب الليل أو أكثره. نعم. ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه. وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ظنه الراوي أبا جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال: من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثل هذا في قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وهذا قول آخر، بمعنى قالوا: وإن وردت الأحاديث والآثار حتى على فرض صحة ما روي عن عائشة في الزيادة وأحيا الليل كله، هذه من عادة العرب أنهم يريدون به أغلبه أو أكثره، فلذلك ما ورد في السنن والآثار من إحياء الليل وإن وردت في بعض الألفاظ وبعض الطرق أنه من الرواة أنه أحيا الليل كله، إنما أرادوا به بمعنى أكثره أو أغلبه على عادة العرب في التعريف. لذلك قال: وقد روي عن بعض المتقدمين على أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، ما ورد في الأحاديث، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي نصف الليل، وقال:
أي هذا أبو جعفر محمد بن علي، من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. ثم كأن المؤلف مال إلى ذلك واستشهد بحديث آخر على ذلك، قال: وقد سبق مثل ذلك في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ثم استدركت وقال: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقالوا: هذه جرت على سنن العرب، على سنن العرب في التعبير، فإنهم يطلقون على الشيء الأكثر إذا كان أكثره أو أغلب يقولون كله. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فاستدلوا بذلك على أن عائشة، وإن صحت الرواية الأخرى وأحيا الليل كله بمعنى أحيا أكثر الليل أو جزءا كبيرا من الليل. ثم قال المؤلف وكأنه مال إلى ذلك، قال: ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وعائشة أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأغلب وأكثر لياليه كان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فنظرت وعلمت، قالت: ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح. وكأن المؤلف يميل إلى أن ما ورد في الأحاديث والآثار من قيام الليل، وإن صحت بعض الألفاظ أحيا الليل كله، إنما أراد الرواة بذلك بمعنى أكثره أو أغلبه، جريا على سنن العرب في هذا التعبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلة العيد أنها تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. قال: وقيل تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده، ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. بعد أن سرد أو أيد ذلك ببعض النصوص الواردة عن عائشة رضي الله عنها وما ورد في صحيح مسلم على أن المقصود بالكل أي أكثره أو أغلبه، دعم ذلك أيضا بنقول عن الأئمة، لا سيما الأئمة المقتدين كالشافعي وغيره، فقال: وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيد أنها تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. وهذا تأييد من أقوال الفقهاء، بمعنى أيد ما ورد في النصوص بأقوال من أهل الفقه. فطائفة من الشافعية يقولون أن فضيلة الإحياء تحصل بالقيام معظم الليل. ثم الكلام الآتي: هذا من فضل الله عز وجل أن فتح وأن وسع على هذه الأمة بأقوال أئمتنا وبأقوال علمائنا. وروي أيضا أنه يحصل إحياء الليل ولو بساعة من الليل. وقد نقل الإمام الشافعي في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده، بمعنى أن فضيلة إحياء الليل تحصل ولو قام جزءا من الليل، ولو ساعة من الليل. ونقل بعض أصحاب معن ابن عباس أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. طبعا وهذا يعني ربما كان مذهب الكسالى، لكنه لا شك أن طائفة من هذه الأمة يفرحون بمثل هذه النصوص، وهم من كلفوا بأعمال في الليل كالحراس ونحوهم. هؤلاء ما يستطيعون يعني أن يبادروا المساجد فيصلون التراويح ويصلون القيامة، فلذلك نقول لهم هنيئا لكم. فإنه قد ورد عن طائفة من أسلافنا رحمهم الله تعالى أن من صلى العشاء في جماعة ثم عزم
على أن يصلي الفجر كذلك في جماعة، فإنه قد تحصل على جزء من هذا الفضل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليالي رمضان لا سيما ليلة القدر. لذلك يحرص المؤمن أشد الحرص، لا سيما لمن كلفوا بأعمال كثيرة. أعرف كثيرا من الناس أعمالهم ربما تبدأ في الليل بعد الإفطار، ويشق بل يتعذر عليه أن يصلي. نقول أقل أحوالها أن تصلي صلاة العشاء في جماعة في المكان الذي أنت فيه. إذا كنت حارسا في السوق، ثمة مسجد في السوق، صلي جماعة، وانوي أنك تقتدي بهؤلاء العلماء، بهؤلاء الأئمة، وأن هذه رخصة وردت عن طائفة من أسلافنا، وبهذه النية ستحصل بإذن الله عز وجل على أجر قيام ليلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك في الموطأ: بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر، يعني في جماعة، فقد أخذ بحظه منها. وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقد روي هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. خرجه أبو الشيخ الأصبهاني. ومن باب الأمانة، يعني محقق الكتاب هنا قال أن هذا الحديث موضوع، فإذا ربما يخطئ بالرجب، يعني لا شك يعني ليس بمعصوم، لكن إذا صح أن يعني إذا صح ما أورده هنا من أنه موضوع فلعله يتحرى. لكني في الغالب يعني في الغالب أن ابن رجب يعني لا يورد الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة. وذكرنا أيضا سابقا أنه حتى وإن أورد الحديث الضعيف فإنما يورده بعد أن يتوثق أن هذا الحديث قد ورد بطرق أخرى يقويه، أو له شواهد تقويه. لكن في كل الأحوال ذكر محقق الكتاب ها هنا أن هذا الحديث موضوع، فلعل الإخوة يتحرون من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. خرجه أبو الشيخ الأصبهاني، ومن طريقه أبو موسى المدني، وذكر أنه روي من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. ويروى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا، لكن إسناده ضعيف جدا. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما فصام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعه فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. خرجه ابن أبي الدنيا. نعم، لا شك إذا يعني إذا قال لك الملك أو الأمير لك جائزة، لا بد أن تكون هذه الجائزة على مقدار عظيم. فكيف ورب العالمين كما ورد في هذا الحديث قال: وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب، فما بالك بجائزة الله عز وجل. لذلك نبه الراوي قال: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. فإذا كان جوائز الأمراء على قدرهم يعني فخامة وجلالة، فكيف بجائزة الله عز وجل. على كل الأحوال كأن المؤلف ها هنا جمع طرق الأحاديث بعضها ضعيف، ونوه المؤلف قال وبعضها حديث أن ثمة حديث ضعيف جدا، ونقول عن أسلافنا رحمهم الله تعالى أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فقد أدرك أو أخذ بحظه من ليلة القدر. والنقول عن أهل العلم بعضها صحيح، لا سيما ما نقله مالك بن أنس في الموطأ، والموطأ هو من هو،
ومالك بن أنس هو من هو، ثم نقله عن سعيد بن المسيب وهو من هو إمام من أئمة التابعين، أن من صلى أو من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ حظه من ليلة القدر. فيقال في هذا الموضع هذه يعني إنما يفتى بها رخصة، يعني بمعنى يترخص بها من لا يستطيع، من لا يستطيع شهود صلاة التراويح وصلاة القيام. نقول في حقه أبشر، فإنه قد وردت نصوص وآثار عن أسلافنا رحمهم الله تعالى أن من شهد صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة فقد أخذ حظه من قيام ليلة القدر. لكن من استطاع ومن كانت عنده القدرة على القيام وعلى الصلاة وعلى حضور الجماعة في التراويح والقيام ما ينبغي أن يترخص في هذا، ويقال في حقي بل هذا يعني هو أقرب إلى الكسل والدعة منه إلى الرخصة. نعم. قال رحمه الله: ولو نذر قيام ليلة القدر لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتيقن به قيامها. فمن قال من العلماء إنها في جميع الشهر يقول يلزمه قيام جميع ليالي الشهر، ومن قال هي في النصف الأخير من الشهر قال يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، ومن قال هي في العشر الأواخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي العشر كلها، وهو قول أصحابنا. وإن كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالي العشر. طيب قف لهنا يا شيخ أسامة حفظك الله، لأنه هذه عادة المؤلف رحمه الله تعالى. نحن دائما نقول ترى الصنعة تغلب، بمعنى الفقيه المتمكن وإن كتب في الرقائق يعني الفقه الذي يستحضره يغلبه. فلذلك الكتاب هذا كتاب في الرقائق، في الزهد في فضائل الأعمال، لكن كثيرا ما يأتي في هذه المواضع فيطعمها بهذه المسائل الفقهية المخرجة، وإلا في بادي النظر يعني ليس لها صلة، يعني هذه مسألة فقهية موضعها في الفقه. لكن نقول هذه عادة المؤلفين، بمعنى إذا برع في فن فكتب في فن آخر لا بد وأن فنه الأول يغلبه. لذلك تجد الأصول الفقيه إذا كتب في الأصول لا بد وأن يستحضر الفقه، فتجد المسائل الفقهية حاضرة في الأصول. وكذلك الأصولي البارع في الأصول إذا كتب الفقه تجد أن قواعد الأصول يستحضرها في الفقه، وكذلك المحدث إذا كتب في الفقه تجد أن مسائل الحديث وعلله حاضرة. فكذلك فهنا أورد مسألة فقهية لطيفة، فأورد فقال من نذر لقيام ليلة، قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، فكيف تخرج هذا النذر؟ فقال يلزمه أن يقوم من ليالي الشهر ما يتيقن به قيامها على أقواله. فثمة قول عند أهل العلم وهو قول شاذ، لكن قال به طائف من أهل العلم أن ليلة القدر قد تكون في أي ليلة من العام كله، لكن أكثر ما يتحرى في رمضان، لكن قد تأتي في شوال، قد تأتي في ذي الحجة، قد تأتي في محرم. هذا قول. طيب إذا نذر قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، فإن كان من أصحاب هذا المذهب ينبغي أن يقوم العام كله، لأنه ما يدري أي يوم هو، فتخرج على هذا فيقال أو إذا استفتى عالما يرى هذا القول وأن ليلة القدر قد تكون في العام كله، يقول له يا شيخ أنا نذرت أن أقوم ليلة القدر، يقول له متى نذرت؟ يقول له هذا اليوم نذرت، قال له خلاص ابدأ من اليوم ولين العام القادم كل يوم تقوم ليلة، لأنه ليلة القدر قد تكون في أي يوم من هذه الأيام. هذا تخريج يسمى تخريج، بمعنى نخرجه على هذا الأصل. قال ومن قال هي في النصف الآخر من الشهر، كما أسلفنا أمس وقلنا أن هذا قول لطائفة من أهل العلم،
قال يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، وهو ممن يرى أن ليلة القدر تتحرى في النصف الأخير من شهر رمضان، بمعنى يبدأ من ليلة خمس من ليلة 15 من رمضان، يقول من ليلة 15 كل يوم تقوم ليلة حتى ينتهي رمضان، لأن ليلة القدر تتحرى في هذا. ومن يرى أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان من الشهر، ومن قال هي في العشر الأواخر من الشهر قال يلزمه قيام ليالي العشر كلها، فيقال له لا بد ما دام نذرت لا بد وأن تقوم العشر الأخيرة، لأن ليلة القدر إنما تكون في العشر الأواخر. قال وهذا قول أصحابنا، أي مخرج على قول الحنابل، فالمذهب عند الحنابلة أن ليلة القدر تتحرى في العشر الأخير من رمضان. ثم أورد أيضا تخريجا آخر، طيب هب أنه يعني في ليلة 24 من رمضان أو في يوم 24 رمضان قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، يعني بمعنى في وسط العشر الأخير من رمضان، يوم 24 يوم 25 قال لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، فماذا على ماذا تخرج؟ سيأتي بيانها. نعم. قال رحمه الله وإن كان نذره كذلك وقد مضى بعض ليالي العشر، فإن قلنا إنها لا تنتقل في العشر أجزأه من نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر، ويقوم من عام قابل من أول العشر إلى وقت نذره. هذا التخريج الأول. قال إن قلنا إنها لا تنتقل، يعني هي في ليلة واحدة يعني في العشر، لكنها لا تنتقل، بمعنى قد تكون ليلة 27 ليلة 23 ليلة 25 لكنها ما تنتقل، يعني في كل عام على هذا المنوال. فقال إن قلنا إنها لا تنتقل في العشر أجزأه في نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشر، فنذر يوم 24 نقول له خلاص قم بقية الأيام، ومن العام القادم قم الأربع الأيام الأول من العشر الأواخر، فبذلك تكون قد أتممت عشرا. هذا تخريج، بمعنى تخريجه على القول بأن ليلة القدر لا تنتقل في الليالي العشر، إنما هي في ليلة واحدة، ونذر مثلا يوم 24، نقول له طيب بقية الأيام هذه قمها، وفي العام القادم ابدأ من أول العشر إلى يوم 24، وبذلك تكون قد وفيت بنذرك وقمت العشر الأواخر وتحريت فيها ليلة القدر. والقول الآخر إذا قلنا أنها تنتقل، بمعنى أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر لكن تنتقل، هذا العام ليلة 21 العام القادم، وبعضهم حتى لا يشترط أن تكون يعني في إفراد الليالي، ها؟ في إفراد الليالي، بل ربما تأتي في غيرها. فكذلك إذا قيل بأنها تنتقل في العشر الأواخر لها تخريج آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن قلنا إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره، ولو نذر قيام ليلة غير معينة لزمه قيام ليلة تامة، فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها. تبين التخريج، يعني قال وإن قلنا إنها تنتقل لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كله بعد عام نذره. احنا إذا قال يوم 24 لله علي نذر أن أقوم ليلة القدر، وكان من استفتاه يرى أن ليلة القدر تنتقل، فيقال ما تخرج من عهدة هذا النذر حتى تقوم الليالي كلها، فمن العام القادم أوف بنذرك، فإذا دخل العشر فقم الليالي كلها. نعم. قال رحمه الله وإن نذر قيام ليلة غير معينة لزمه قيام ليلة تامة، فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم
من ليلة أخرى نصفها. قاله الأوزاعي، نقله عنه الوليد بن مسلم في كتاب النذور، وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم إن الكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبة، نصفي رقبتين. بارك الله. وهذا تخريج آخر. طيب، قال لله علي نذر أن أقوم ليلة، لكن ما عين، ما قال ليلة القدر، قال لله علي نذر أن أقوم ليلة. قال لزمه قيام ليلة تامة، يعني بعد العشاء حتى الفجر لا بد أن يقومها حتى يوفي بنذره. طيب، إذا قام نصف ليلة اليوم ونصف ليلة في يوم آخر هل يجزئ؟ قال فإن قام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها، يعني نصف نصف يصير واحد. فإذا قال لله علي نذر أن أقوم ليلة، يقول له لا بد أن تقوم ليلة. طيب، قام نصف ليلة ثم نام ثم استفتى، قيل له طيب نصف ليلة أي الليلة التي يليها أو ليلة أخرى، قم أيضا نصف ليلة، النصف والنصف يصير ليلة واحد وتكون قد أوفيت نذرك. وهذا قاله الأوزاعي، نقله عنه الوليد بن مسلم في كتاب النذور، ثم خرجه على قول الحنابلة، على قول عند الحنابلة. قال وهذا التخريج، أي هذا القول، شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم إن الكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين ككفارة الظهار، كفارة القتل. هل يجزئ أن يعتق نصف رقبة ونصف رقبة؟ قال هذه عند أصحابنا بعض الحنابلة وغيرهم يقولون يجزئ. فكذلك هذه المسألة، أن يقوم نصف ليل من هذه الليلة ونصف ليل من هذه الليلة حتى يوفي بنذره، قد تخرج على هذا القول عند الحنابلة. وكما أسلفنا هذا تخريج فقهي يعرف عن الشيخ في مواضع عدة، حتى أحيانا والله يأتي بلطائف يعني أصولية ما تجدها إلا في هذا الكتاب. وكما أسلفنا هذه نزعة فقهية أصولية، إذا كتب في علم لا بد وأن يظهر. ثم ذكر أيضا مما ينبغي أن يتحرى في هذه الليالي الطيبات، أي الليالي العشر، أن يحرص المؤمن اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث أهله وأولاده وأقرباءه على قيامها، فإن هذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ومنها، ثم ساق ما يلي. قال رحمه الله ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 و27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكاد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. وخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما ألا تقومان فتصليان، وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قدنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. يعني وهذه كما أسلفنا سنة عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص وأن يحرض أهله، زوجه وأولاده وأبناءه على قيام هذه الليلة، وأن يأخذ أبناءه كذلك، يعني ما يلتزم مو فقط الفرائض، كذلك في هذه الليالي يتأكد الأمر، بمعنى أن يصطحب أولاده إلى المسجد للقيام. ثم يعني بيّن المؤلف كعادته أيضا في الاستطراد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت: كان إذا دخل العشر الأواخر قام الليل كله وشد مئزره. ما المقصود بشد المئزر؟ نعم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر، واختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. وهذا فيه نظر، فإنها قالت جد وشد المئزر، فعطفت شد المئزر على جده. والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم الثوري. وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. هذا من لطيف الفقه، يعني تقول عائشة: كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وشد المئزر أو شد مئزره. فقال طائفة من أهل العلم: شد المئزر كناية عن الاجتهاد والجد، لأن المرأة إذا أراد أن يشد في شيء إما أن يربط شيئا على وسطه أو عمامته ونحوه. أنت إذا أردت أن تحمل شيئا ثقيلا وكنت على هذه الغترة لابد أن تلفها وأن تشدها، وإذا كان الثوب رخوا شددت الثوب. قالوا هذه كناية على الجد والاجتهاد، لكن المؤلف ما ارتضى هذا، قال لا هذا ضعيف، يعني هذا التأويل ضعيف. ليه؟ قال لأنك لو تأملت قول عائشة تقول جد وشد المئزر، معنى ذلك أن الجد شيء وشد المئزر شيء آخر. قالت شد وجد وشد المئزر، فعطفت شد المئزر على الجد والاجتهاد، فمعنى ذلك أن شد المئزر أمر آخر. لذلك رجح المؤلف فقال: المراد بشد المئزر اعتزال النساء، أنه صلى الله عليه وسلم يعتزل زوجاته ولا يجامعهن في تلك الليالي. قال: وبهذا التفسير أخذ به طائفة من السلف والأئمة منهم سفيان الثوري. ثم قال: وقد ورد صريحا من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وهذه كناية عن الجماع، بمعنى لا يأوي إلى نسائه حتى ينقضي رمضان. فإذا دخل العشر الأواخر معنى شد المئزر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل النساء. قال: وفي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل نساءه، أو اعتزل النساء، بمعنى أنه ما كان يقربهن. ثم أورد، وكما أسلفنا يا أحبتي يعني المباحث كثيرة
والمسائل التي يريدها المؤلف يعني في كل مجلس كثيرة كثيرة، لا يسعنا يعني في هذا الوقت الموجز أن نستطرد أو أن نقرأها كلها، لكن ذكر بعد ذلك منها ما ورد أيضا يعني عن بعض السلف أنه في العشر الأواخر أنه يستحب أن يؤخر لمن يستطيع، أن يؤخر الفطر إلى السحور. ورد في بعض الآثار أنه يستحب لمن استطاع ولمن يقدر أن يؤخر الفطور أن يؤخر الفطر إلى وقت السحور، إلى وقت السحور. ورد ذلك عن بعض أسلافنا. ثم أيضا أورد رحمه الله تعالى أيضا سنة ذكرها هنا، قال: ومنها تأخيره للفطور إلى السحور. روي عنه من حديث عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحورا، يعني بمعنى يؤخر الفطور ويجعله في السحور. وإن كان بعض الأئمة قالوا لا، هذا من الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأئمة يقولون إذا كان يستطيع ذلك، الوصال غير بمعنى أن يواصل يوم يومين ثلاثة، لكن قالوا هذا إنما هو تأخير وليس بوصال، بمعنى أن يؤخر الفطرة إلى وقت السحور. هذا قول. ثم أيضا وردت سنة وهي الاغتسال، أنه يسن الاغتسال، وقد وردت فيه سنة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في العشر الأواخر ما بين العشاءين ويتنظف. فلذلك قالوا أيضا في هذه الليالي المباركات يستحب للمؤمن أن يغتسل كل ليلة، يعني ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء قبل القيام، أي قبل أن يدخل صلاة العشاء فيغتسل. ثم نكمل أيضا، نعم ذكرها هنا، قال: يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في جميع الأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم أيضا من فضائل أو من أعمال يعني هذه الأيام المباركات الاعتكاف، وهي من أعظم السنن، وأورد المؤلف فيها ما يلي. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: ومنها الاعتكاف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وإنما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في هذه العشرة التي يطلب فيها ليلة القدر قطعاً لأشغاله وتفريغاً لباله وتخلياً لمناجات ربه وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيراً يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجات ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمع
والجماعات منهي عنها. بارك الله فيك. وهذه أيضا من السنن المؤكدة، الاعتكاف. الاعتكاف بمعنى أن يعتكف هذه الليالي والأيام يعني في مسجد من المساجد، ويستحب أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة حتى ما يضطر إلى الخروج، إلى أن يخرج من المسجد. لكن ها هنا أثار مسألة من الأهمية بمكان التنبيه عليها، وهي ما ورد عن الإمام أحمد، قال يستحب، لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس. طبعاً مخالطة الناس لا بد منها، لكن بمعنى الناس من يعرفه ويأخذ ويعطي معه. وهذا حال كثير من المعتكفين، بمعنى ربما اعتكف مع أصحابه ومع أصدقائه، وأخشى أن يتحول هذا الأمر إلى يعني مجالس أنس أقرب منها أن تكون مجالس اعتكاف. لذلك ورد عن الإمام أحمد أنه حتى المعتكف يستحب أن يتخلى حتى عن التعليم وإقراء القرآن، بل الأفضل له أن ينفرد. فإذا كان التعليم وإقراء القرآن، تقرئة مو بمعنى قراءة القرآن، قراءة القرآن لا شك أنها مستحبة، لكن أن يعلم الناس القرآن، قال حتى هذه في أيام الاعتكاف ما يستحب للمعتكف أن يأتي بها. فما بالك بمن يجلس والكلام وأحيانا ربما يدخلون يعني في غيبة ونحوه. لذلك نعرف بعض الإخوة إذا أراد أن يعتكف يغير المدينة التي هو فيها، بمعنى هو من أهل مكة يعتكف في جدة، يبحث عن مسجد من مساجد جدة لا يعرف فيها أحدا، يعني يقول لك إذا أنا اعتكفت في مسجد الحي أو في مسجد مكة كثير من الناس يعرفني ويأخذ ويعطي ويضيع لي الوقت. وهذا صحيح. لذلك يحرص المعتكف على ألا يضيع هذه الأيام، ألا يضيع هذه الأيام والليالي يعني بهذه المخالطات التي لا خير يعني من ورائها. هذا أمر. ثم الأمر الثاني يعني ما يتعلق بالاعتكاف، أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يصح أن يكون ولو ساعة. كثير من الناس ما يستطيع، يقول لك أنا ما أستطيع الاعتكاف، لا قدرة لي عليها. إذا كان الأمر كذلك فانوى اعتكاف ساعة ساعتين، وهذه تصح يعني تجوز عند كثير من أهل العلم وحتى في غير رمضان. لكن احنا نقول في رمضان. إذا كان الأمر كذلك، طيب بعد أن تتسحر عندك بقي ساعتين، ساعة ونصف حتى الفجر، انوي الاعتكاف، اذهب إلى المسجد وابقى هذه الساعتين أو الساعة والنصف حتى أذان الفجر وانوي بها اعتكافا، أو ما بعد العشاء حتى السحور ساعة ساعتين ثلاث ساعات انوي بها اعتكافا، انوي الاعتكاف في هذه الساعتين، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال: هو في النار. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصاً في شهر رمضان، خصوصاً في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي لهم هم سوى الله وما يرضيه عنه. كما كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، ما لي شغل سواه، ما يصرف عن هواه قلبي عذل، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدل
ومنه ما لي بدل. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق جل وعلا. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفرداً في بيته خالياً بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ أوحشتني خلوتي بك من كل أنيسي، وتفردت فعاينتك بالغيب كل جليسي. يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالي البعد والهجر. كان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دار الملك وللأخرى القطيعة. فجاز بعض العارفين بملاح في سفينة فقال له: احملني معك إلى دار الملك. فقال له الملاح: ما أقصد إلا القطيعة. فصاح العارف: لا بالله لا بالله، منها أفر. وليلة بت بأكنافها تعدل عندي ليلة القدر، كانت سلاما لسروري بها بالوصل حتى مطلع الفجر. يا من ضاع عمره في شيء استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب بالعمر. وليلة وصل بات منجز وعده سميري فيها بعد طول مطالي، شفيت بها قلبا أطيل عليله زمانا فكانت ليلة بليالي. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وروي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر. الذي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال النخعي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال جويبير: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائمة لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. إخواني، المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار بسير القلوب
لا بعمل الأبدان، رب قائم حظه من قيامه السهر، كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم. هذا نام قلبه، هذا نام وقلبه ذاكر، وهذا قائم وقلبه فاجر. إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائم بالقائم، لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خصنا الله بشهر فيه أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر. وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر. فكم من خبر صح بما فيها من الخير روينا عن الثقات أنها تطلب في الوتر. فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر. ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر. فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. شكر الله لك وبارك الله فيك. هذا آخر ما ذكره كعادة الشيخ، أنه يختم المجالس بهذه العظة وبهذه الكلمات الطيبات، وهذا آخر المجلس الرابع. على أن نستأنف إن شاء الله تعالى نحن وإياكم على خير، المجلس الخامس غدا إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.